trajet qui est là, on est pas monté là, on est pas monté là. كيف حال شيخنا؟ السلام عليكم. السلام. كيف حالك؟ السلام. 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 إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، تعرفون سلمكم أشرف ما تحصله النفوس، وهذا العلم هو ميراث النبيين عليهم الصلاة والسلام أجمعين، حيث صح في الخبر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. وهذا العلم أيها المكرمون هو سبيل أكيد بإذن الله تعالى إلى الجنات، كما صح في الخبر أيضا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث أبي هريرة قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وليس ثمة أنفع للعبد إذا أخلص لله تبارك وتعالى من هذا العلم. فالعلم أيها الإخوة لا يصلح إلا بإخلاص لله عز وجل. لذلك كانت الوصية لنفسي أولا ولكم ثانيا أن نحرص على تعلم العلم الشرعي النافع والعلم الصحيح الذي يقربنا من الله تبارك وتعالى أولا، وكذلك يرفع عنا الجهل ثانيا، ثم ثالثا نكون به دعاة إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة. نحن اليوم في ضيافة فضيلة شيخنا وأستاذنا وحبيبنا فضيلة شيخنا أبي عبد الرحمن حسين العواشة، جزاك الله خير. وشيخنا حفظه الله تعالى من أهل العلم والفضل، ولا أريد أن أزكيه في وجهه حفظه الله، ولكن لا بأس من الإشارة للعلم والمعرفة. الشيخ حفظه الله من فضلائنا ومن طيب نزول عند رابة الشيخ، يعني لن نزيد على فقط تعريف يسير. الشيخ من كبار تلاميذ شيخنا الألباني رحمه الله تعالى، لازمه سنوات ولازمه أيضا لفترة طويلة واستفاد منه كثيرا، والشيخ له من المؤلفات والتحقيقات أيضا الشيء الكثير. فالشيخ له الموسوعة الفقهية الميسرة وتقع في 7 مجلدات، وهي موسوعة فقهية عظيمة ونافعة جدا، وضع الله لها القبول في الأرض، وله العديد من الرسائل المتعلقة بباب التزكية كمثل رسالة حصائد الألسن مثلا، ورسالة الإخلاص، ورسالة عذاب القبر ونعيمه، ورسائل كثيرة جدا للشيخ. فله جهود حفظه الله في هذه البلاد، جهود مباركة وجهود نافعة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظه وأن ينفع به. وقد جئنا في هذه الليلة لزيارة الشيخ والاستماع منه وإلى نصائحه وإلى توجيهاته. فيتفضل شيخنا حفظه الله تعالى بكلمة توجيهية يذكرنا فيها بفضل العلم وبلزوم العقيدة الصحيحة وبالحرص على الإخلاص لله تبارك وتعالى. فليتفضل شيخنا جزاك الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فيما سمعنا أيها الأخوة الأحبة غنية وكفاية الحقيقة، كلام مجمل طيب
حول العلم وفضل العلم وأن العلماء هم ورثة الأنبياء، فهذا شيء عظيم جدا حقيقة أن يكون الإنسان من وراث النبي عليه الصلاة والسلام وأن يفيد من وراثه عليه الصلاة والسلام. هذا المغنم وهذا الفلاح وهذه النجاة وهذه السعادة الحقيقة لمن عمل بمقتضى هذا الكلام الطيب النافع. لكن نزولا عند الرغبة وتحقيقا للمطلب، فيعني سندور في كما يقال في فلك ماقيل، لأنه كله يدور حول قضية العلم. فكل أمر أيها الأخوة الأحبة حقيقة هو يبدأ بالعلم. حتى الديانات والعقائد الفاسدة، حتى إن الديانات والعقائد الفاسدة إنما تتكي على العلم، يعني سواء هذا العلم نافعا أو غير نافع. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كان يستعيذ بالله فيقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. فمن العلوم علوما هي لا تنفع، فدائما تبدأ الأمور حقيقة بعلم سواء أكان نافعا أم غير نافع، يترتب عليه عمل كفاف وتجيش الجيوش، لأن هذه عبارة عن عقائد ومناهج يعني تحمى وفيها ولاء وبراء سواء كانت بالحق أم بالباطل. يعني مثلا الديانة اليهودية بدأت من خلال أمور علمية، علم عمل بمقتضاه بمقدار الإمكان عندهم يعني، ولاء وبراء وقتال من أجل ذلك. الديانة اليهودية، الديانة النصرانية، الشيوعية وهكذا. فلابد دائما من قضية العلم الصحيح. المراحل التي بعد العلم من عمل ولاء وبراء يعني حقيقة ما بني على فاسد فهو فاسد، وما بني على صحيح فهو صحيح. فقبل أن نتعب أنفسنا بالعمل وما بعد ذلك منه لابد من تصحيح العلم أول خطوات. لو أن الإنسان يعني بنى بنايات ربما وهو يبني تنهار إيش هذه البنايات، لأنه الأساس غير صحيح. وإن كان طبعا هذا يذكرنا بشيء وشيء من التفريع وهامش يعني كما يقال في الكلام، ولكن ليس بهامش، مهم جدا حقيقة. وهو يعني في المثال الذي ضربت سابقا دون يعني أصول ثابتة ودون أسس صحيحة قد ينهار هذا البناء، إن لم يكن آجلاً ففي القريب العاجل لا يعمر كالبناء الذي يعني بني على أسس ثابتة وقواعد صحيحة. بعض الناس حينما يرى يعني إنسان عنده أحلام أن يعيش في قصر وما عنده يعني ما عنده إدراك في مفردات يعني في تفاصيل البناء، وهو ينتظر متى يسكن هذا القصر الواسع الكبير العظيم، يسكن هذا القصر الكابر يعني الواسع الكبير الخلاصة. فيرى يعني هؤلاء يحفرون وينزلون، يقول احنا نريد ان نصعد يعني ننزل، نريد ننزل ونصعد. يعني بعض الناس يرون أصحاب هذا المنهج أنهم ينزلون، والحقيقة إن صح هذا النزول لابد من النزول لتثبيت إيش الأسس الجذور التجذير والأسس حتى تبنى الأمور على قواعد صحيحة. كل ما بني على غير القواعد الصحيحة ينهار وأنتم ترون الانهيار. ومن جملة ذلك آخر ما كان من أمور من يعني وسائل التغيير في المنهج الشيطاني فيما يسمى بالربيع العربي، وهو أسوأ يعني خريف، لأن الخريف له فوائد أصلاً يعني، ولأول مرة يخطر في بالها المعنى يعني، حتى أن نراقبه بالخريف في ظلم،
يعني حقيقة لأنه الخريف لابد يعني تجديد الأوراق والأمور هذه ويعقبها ولكن هذا حقيقة بالفعل هو يعني خريف لا خير فيه ولا حول قوة إلا بالله. يعني أسوأ ما يقال في ذلك أنه أسوأ خريف ولا حول قوة إلا بالله. يعني وسائوا كم من الناس كانوا يطمعون ويطمحون بهذه القصور العالية أن تكون لهم، ويقولون نريد حكم الله، نريد شريعة الله، نريد وينتقدون أهل هذا المنهج. بعضهم يقول هؤلاء ليس عندهم إلمام بمسائل الحاكمية، ليس عندهم إلمام بمسائل الجهاد في سبيل الله، ليس عندهم إلمام بحقيقة كل أمور متعلقة بحكم الله وشريعة الله عز وجل، مع أن العكس هو الصواب والسداد والرشاد. حتى أن يعني من الأمور التي استفدناها من شيخنا رحمه الله وأفادها التلاميذ، أنت تنادي بحكم الله عز وجل، أين تطبيقك أنت لحكم الله عز وجل في أمور الزفاف، في أمور النكاح، في أمور الجنائز، في الأخلاق؟ يعني هذه يخاطب بها الحاكم ولا يخاطب؟ هذه الحقيقة يخاطب بها كل أحد، كل إنسان، كل إنسان. فمن يعني زوج ابنته على غير شريعة الرحمن سبحانه وتعالى وعلى غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم وخالف فيها سبيل المؤمنين، هذا حكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى، ويصعد المنابر ويشير وكذا ويعنف ويوبخ، والحكام والحاكمية ومن يحكم بما أنزل الله وهو أبعد الناس على الحكم. الذي يستطيعه لم يمضه من حكم الله عز وجل، والذي لا يستطيعه يطالب به أو يطالبه. فالقضية الحقيقة تبدأ من التأصيل العلم الصحيح وتنطلق. هذه حقيقة، هذا هو الرصيد الصحيح لمنهج التغيير الرباني، منهج التغيير الرباني. وغير ذلك يعني حقيقة كما قلت، كان لي سبحان الله كلمة فكان قل آمنت بالله ثم استقم، قلت الاستقاء الصراط المستقيم يحتاج إلى إنسان مستقيم. السبل المعوجة هذه ما في إشكال، أناس على عوجات. أما من أراد الصراط المستقيم فيحتاج إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، الاستقامة. إخواني، هنا الحقيقة الاهتمام يعني أو الخبط عشواء، هناك خبط عشواء عند الناس في الاهتمام بالعمل، في البراء والبراء، طريقة الجهاد والمخططات من أعدائنا لإفساد كل هذه الأمور. ويستطيعون لأنه كما قلنا ما بني على فسد فهو فاسد. وأنا طبعا حينما ناقشني بعض الناس من أهل سوريا قلت سيدخلون سوريا تحت زعم جماعات إرهابية كما فعلوا بأفغانستان، قلت قبل سنين والآن وكذلك يفعلون. هناك من يجاهد فأدخلوا عليهم من يفسد عليهم الجهاد، يعني الأمور غير واضحة، الأمور عندهم غير واضحة، غير واضحة. هذا الإشكال على موضوع الرؤية. وأنا كنت أضرب مثالا يعني مع برغ الأسف، يعني أقول لو أن إنسان وقع في بئر نظريا يعرف طريقه، يعرف طريق الخلاص نظريا، يقول الآن خلاصي من هذا البئر العميق أو من هذه البئر، إما أن يعني يوضع لي سلم من خشب أو من حديد، أو إما أن يوضع مثلا حبل متين قوي ويرفع وأحمل. هذا الشيء النظري صحيح ولا غير صحيح؟ هذا التصور صحيح، لكن على الأقل قد يقع وقد لا يقع هذا الإنسان، لكن نظريا يعرف طريق الخلاص. ولكن الإشكال الآن في الأمة أنهم لا يعرفون طريق الخلاص نظريا. هي كلمة عامة الكتاب والسنة. لما تأتي قضية الآن هذه الاحتجاجات والمظاهرات الحقيقة، وين الكتاب والسنة؟ أين الكتاب والسنة؟ يعني
عبارة عن كلام، كلام مجمل، كتاب والسنة هي طريق الخلاص، كلام مجمل. لكن عند تنفيذ وإنباء هذه المفردات تكون المخالفات، ولا حول قوة إلا بالله. من أجل ذلك يا إخواني، يعني أنا قلت عن مثال هذا البئر، نظريا غير مفهومة، وعند كثير ممن يحسبون على، يعني يحسبون أنهم علماء، يحسبون أنهم علماء مع ضرغ الأسف، والله الأمور غير واضحة. ولا أدل على ذلك مما جرى في الفتن الأخيرة، أنهم دفعوا الناس إلى إيش؟ الانتحار وإلى القتل وإلى الدمار، هتكت أعراض وقتلت أنفس وأزهقت كذا، وهذه النتائج كما ترون الآن. والله إن كل منصف يتمنى لو أن كل ما جرى هو عبارة عن منام يقوم المنام. والله كل إنسان، والله كل إنسان ذو عقل يتمنى لو أن كل ما جرى هو عبارة عن منامات، وأن تكون الأمور على ما هي عليه. فهم لم يغيروا الأمور إلى أحسن بل إلى أسوأ، أرادوا حقيقة أن يقدموها وأن تكون إلى أحسن، فكانت مع بالغ الأسف إلى الأسوأ. وأنا كنت أضرب يعني أمثلة، والشيخ رحمه الله كان دائما يا إخواني أفنى عمره، وكنا حينما نكون معه نسأل الله أن يتقبل منا جميعا. آمين. إذا تبايعتم العينة وأخذتم أذناب البقر وأغنيتهم بالزرق وتركتم الجهاد في سبيل سلط الله عليكم ذلة لا ينزعه منكم حتى ترجعوا لدينكم إلى أي دين وإلى أي كلام. يبدأ يفصل ويتكلم الشيخ بصراحة، يعني بصراحة كان الإنسان واحد منا يتساءل، يعني الشيخ لماذا يكرر هذا؟ المشكلة الناس الذين يحضرون لأول مرة يستمتعون، احنا دائما 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 الكلام يتكرر، دائما يتكرر إيه؟ لكن طبعا يعني اذا الشيخ اراد ان يعني يبدا بهذا الكلام، يعني بعض الناس قد يستغربون، لكن بعد هذه الفتن ادركنا لماذا يريد، لماذا يكرر يعني الشيخ. تركيز الشيخ رحمه الله على بيان المنهج الرباني في التغيير، المنهج النبوي، منهج الصحابة رضي الله عنهم، منهج الإسلام الصحيح في قضية التغيير، لأن مخالفة هذا يؤدي إلى الدمار في الدنيا والآخرة. هذه خلاصة القضية، هذه الخلاصة. فكان دائما تبايعتم بالعلم، طيب يعني بمعنى اللف والدوران في أمور الاقتصاد والتحايل وعدم فهم الدين، هذا يؤدي إلى الذل الذي لا ينزع حتى يرجع إلى فهم الدين والعمل مقتضى الدين. هذه خلاصة يعني مجملة. هذا كلامه يعني رحمه الله تعالى. في هذا الزرق بالشاي بدون سكر؟ لا يوجد سكر. فالقضية يا إخواني بالفعل حينما تأتي تقول إنه المنهج الرباني في التغيير، المنهج النبوي في التغيير، منهج الصحابة، منهج السلف الصالح في التغيير غير المناهج المنحرفة، والناس حينما يعني حصلت لهم بعض المطالب ابتداء وظنوا أنهم يعني أفلحوا ونجحوا، ومن رحمة الله أن هذه المطالب لم تتحقق، وإلا لكان هنالك شك في القرآن وفي السنة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، أن تنصر أنصر، وإنك استغفر الله استغفر. إيش الكلام هذا؟ يقولون إحنا غيرنا بالكافر وبالمؤمن وبالملحد وبالمتبرجة والسكران، ويعني كل أصناف فئات الشعوب استطعنا إيه؟ أن نغير الحاكم، ترجع أمورنا بازدهار وطمأنينة وأمن وسلام، وما شاء الله لا قوة إلا بالله. فمن رحمة الله أن الأمور لم تتم، وهي أصلا لا تتم، لأن الله بيّن في القرآن وبيّن الإسلام في السنة، وهذا منهج سليمان، أنها لا تتم بغير منهج رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن يعني كان ما كان في البدايات حقيقة، فظن الناس أنه بهذه الطريقة اختدت الشعوب كلها يعني في الانحرافات وفي الأغلاط، ثم يعني بدأوا يعني بعد هذه الجهود ليعود الأمور لا كما كان، يعني هو على
لكن بالنسبة إلى طريقة الحكم لم تتغير أن تكون الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل، حتى كما قلنا الكل يتمنى يقول يعني ليتنا لم نفعل هذا، ليت الأمور كانت على ما كانت عليه، رحم الله فلان وفلان، يترحمون على أولئك يعني، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا المنهج الرباني في التغيير الحقيقة، العمل بمقتضى الكتاب والسنة، خلاصته الأمر معروف النهي عن المنكر، التواصي بالحق والتواصي بالصبر، للمنهج الواضح البين الكتاب والسنة وأثار الصحابة رضي الله عنهم، مع الإخلاص في كل الخطوات. الإخلاص هو سبب في كل شيء، لأن عدم الإخلاص أنت الآن تعمل من أجل الشيطان، يصير الشيطان إلى تلبيس، النزاع على الإمارة يصير حظوظ النفس، النزاع بين أهل العلم، يعني الشيطان يدخل في عدم الإخلاص. الإخلاص هو حقيقة سر النجاح، فنقل قضية العلم الصحيح بالإخلاص لله رب العالمين، ونضيف الخطوات، خطوة بنينا على أساس علمي، الآن تبدأ العمل والمنهج الرباني المستقر من الكتاب والسنة، الذي يعني حقيقة يتوجه اللي هو إيه؟ التواصي بالحق والتواصي بالصبر. نعمل، إحنا نعمل حينما يعمل واحد ويعمل بعدها الثاني والثالث، نبدأ إحنا هنا في البيت نتفقد الجيران، نتوسع نتوسع نتوسع، الأمور ما شاء الله. لكن إذا كان في تقصير، الجيران عندهم إلحاد، حتى في بعض البيوت قد يكون فيها إلحاد، بعض البيوت. أنت الآن ليكن عندك النشاط في إيه؟ في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فحينما والحقيقة يعني يعني التقصير منا، يجب علينا أن نضاعف جهودنا في الدعوة إلى الله. إذا فعلنا هذا تغيرت الأمور، التقصير منا. النبي عليه السلام نقل له عن رجل دخل عليه، كان يعني صغير، وأخذ من الزرع فضربه صاحب إيش ذلك الزرع، فقال عليه السلام موبخا ومعنفا ذلك الضارب: ما علمته إذ كان جاهلا، وما أطعمته إذ كان ساغلا. شديد الجوع، ما علمته إذ كان جاهلا، وما أطعمته إذ كان ساغبا. جاء تضربه أنت، لا علمته، ما علمته ولا أطعمته، يعني هذه تعمل عليها رسائل والحقيقة في العلم في التربية والعلم والدعوة إلى الله مسائل كثيرة. الخلاصة يا يعني أحبتي، إنه المنهج الرباني الحقيقة هو يعتمد في أسه بعد العلم الحقيقة على قضية العمل ومبنى الإخلاص والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والتجرد من أهواء النفوس، لأن هذه كلها عبارة عن عوائق، وأن نتعاون فيما بيننا فيما بيننا. هنا أنا كنت أضرب لقضية المنهج الرباني المبني على العلم الحقيقة بمثالين اثنين، مثال وكثيرا ما أكررهما. أذكر الآن مثالا، وهو أنه قد حصل حوار بين الأنبياء عليهم السلام، يعني بين الرسل عليهم السلام وبين أقوامهم، وكما في سورة إبراهيم وفي غيرها، لكن يعني التلخيص كان في سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. الحوار أخيرا يعني كان الانزعاج من تلك الأقوام من المشركين، كما قال الله عز وجل: وقال الذين كفروا لرسلهم، قال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. إما نخرجكم من أرضنا أو خلاص انتهى. يعني إلى من الأقوى؟ الأقوى ماديا، من الأقوى؟ الأقوام المشركون إلى الرسل عليه السلام مادياً يعني وإعداداً، أقوام المشركون هم الأقوى. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. من أول لحظة أوحى إليهم ربهم. طيب يلا خلينا بس
يخلص اللف يا حسين. الله المستعان. اي نعم. لف لك لفه ثانيه سيدي. امسك اثنين بس اللي ماخذ من هذا ياخذ من هذاك. ايوه. اي نعم. عشان اقول كل واحد يعني ياخذ سريعا. يلا اللي ما هذا. الله المستعان. كل واحد ياخذ من اراد. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. الآن أوحى إليهم ربهم ومن أصدق من الله قيل من أصدق من الله حديث لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم يطمئنهم. لاحظوا لسه ما أخرجوا أصلا وما أخرجوا بس ربنا يطمئنهم لطالما أنتم على المنهج القويم والصراط المستقيم لنهلكن الظالمين ونسكننكم الأرض من بعدهم. لأن تأتي القاعدة الربانية ذلك لمن خاف مقامي وخاف لكل من خاف مقامي وخاف إيش وعيدي. يعني ليست خاصة لكم. واضح إخواني؟ واضح الكلام؟ ذلك مو لأنه المشكلة هذا يعني الضيافات. يلا بعدها خلص يعني دروس ثاني إن شاء الله. إذن ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. ليس هذا فقط لكم أنتم أيها الرسل عليهم السلام، ولكن هذا منهجي. الله يقول عز وجل هذا منهجي في كل من سار على منهجكم على منهج الرسالة والنبوة أن يعني أخرج الظالمين وأن أمكن وأن أسكن المؤمنين من بعدهم. ذلك لمن خاف مقام وخاف وعيد. خاف مقام الله وخاف وعيد الله لا بالتنك. لاحظوا المثال الثاني الذي كنت أذكره وهو من يعني شيء عجيب معجزة لكن الناس لا ينتبهون، وهو أن موسى عليه السلام كان عداؤه وكانت خصومته مع أعتى العتاة وأطغى الطغاة فرعون الذي كان يقول أنا ربكم الأعلى. وفرعون حتى لا نطيل في الكلام ونعطي يعني موقع التمثيل وما يراد من ذلك، أن موسى عليه السلام لا يمتلك شيئا من القوة، حتى السحرة كانوا يعني مع فرعون. الآن بعد المعجزة الربانية من آمن معه من السحرة أصبح عنده شيء من الرصيد، رصيد يسير، لكن ما هذا الرصيد أمام قوة فرعون وجنده؟ لا شيء. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلم. والمهم هددهم فلا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم. هاربوا فروا. كان أفضل شيء عندهم الحقيقة يعني أسعد السعداء إذا استطاعوا النجاة بأنفسهم منه، النجاة من إيه؟ من فتنة الكفر. هذه الغنيمة فأعطاهم الله أكثر من ذلك. هربوا فروا وجدوا إيه حتى يعني ما هنئوا واحد بفر بتهنى يعني يشعر بلذة بالفرار إنه يعني الطريق أمامه واسع بفر، ولكن هؤلاء وجدوا البحر أمامهم. يعني هاي كمان تنغيصة ابتلاء. الخلاصة ضرب بعصاه البحر أصبح إيش طريقا يابسا. دخل موسى عليه السلام ومن آمن معه من السحرة، جاء فرعون ليتبع أدركه الغرق، انتصر موسى عليه السلام ومن معه، انتصروا وانهزم فرعون. لكن هنا أنا تعليق الحقيقة يعني أيها الأحبة أن يعني موسى عليه السلام ومن معه أنهم انتصروا وهم فارون. وهم إيش؟ فارون، لأنهم لا يمتلكون الهجوم.
لا يمتلكون إيش الهجوم، يعني ما ليس معه عصا أو سكين أو كذا أو يعني حجارة أو شيء، ليس معه من شيء. هم أرادوا أن ينجوا بأنفسهم، خلاص ما تؤمن يعني كما يقال عندنا بالعامي وشان الله تركني أنا خليني أنجو، يعني خلاص ما بدك أنت يعني زي ما بقوله يعني بعض اللهجات تصطفل خلاص دع يعني دعني. ولكن لحق فرعون وجنده موسى عليه السلام ومن آمن معه من السحر من السحرة نعم، لكن إيش كانت النتيجة أيها الأخوة الأحباء؟ أن الله جل نصرهم، لكن بتمسكهم بمنهج رب العالمين. التمسك بالمنهج هو المهم. أنت غير مطالب الحقيقة بالجهاد إذا لم تستطع الجهاد، أنت لا تطالب أن تقوم في الصلاة إذا لم تستطع أن تكون قائما، إذا لم تستطع حتى يعني أن تصلي قاعدا صلي على إيش على جنب، حتى إذا لم تستطع على جنب صلي بإيش بالإشارة بالإشارة صلي بالإشارة. هذا هو الدين، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالقضية الحقيقة الإشكال عندنا يعني يا إخواني عدم وضوح الرؤية وعدم وضوح الرؤية. فلما يعني حصلت بعض الفتن، تغيرت فتاوى وتبدلت وتأرجحت بعض الناس، مرة يفتي كذا مرة يفتي كذا ومرة إلى آخره، لكن هذه القضية ليست خطأ في مسألة من مسائل الميراث راحت دنانير على شخص، ولا مسألة في قضية وضوء ولا في صلاة، متعلقة بأمة ودماء، أمة ودماء انبنت عليها. هتك أعراض، هتك أعراض ومصائب وطامات، كله بسبب عدم وضوح الرؤية. هذا يعني حقيقة عدم وضوح الرؤية، عدم يعني تدبرنا أم على قلوب أقفالها. ما في تدبر القرآن، تدبر للسنة، لمنهج رجوع إلى العلماء الربانيين. فلذلك بالفعل يعني كانت الفتنة ولا حول قوة إلا بالله. فوالله ليس هنالك من منهج يعني في التغيير إلا يا إخواني أن يعني إلا كما بينا حقيقة. والحمد لله رب العالمين، يعني لمسنا إنه كلام الشيخ الله يرحمه وتأثير هذا التأثير واستقراء ما جاء عن شيخنا رحمه الله رحمة الله عليه، ومن تأثر الحقيقة من طلاب الشيخ بفضل الله عز وجل، يعني بفضل الله عز وجل، هذا من يعني من توفيق رب العالمين. فإحنا الآن من وفقه الله عز وجل لهذا العلم، لا شك أنه هذا شيء رائع، أنه يوفق الإنسان كما يعني إن من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفق إلى رجل من أهل السنة، هذه من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفق إلى رجل من أهل السنة. فالحمد لله إن الإنسان يوفق، وأمشي بداية الطريق دائما. يعني أنا أشبه هذه القضية، حتى هناك حديث يؤيد هذا الكلام، يعني يا علي سل الله الهدى والسداد، واذكر بالهدى هدايتك الطريق وبالسداد تسديدك السهم. فلو كان على مفترق طرق، لا سيما قبل ما تكون عندكم كما تعلمون اللافتات وهذه الإشارات تالي اللي مبين يعني عليها مكتوب يعني بخطوط أسماء البلاد والمواقع. فعندنا مثلا مكان مفترق طرق دوار أو مفترق طرق، هذا الطريق تؤدي إلى بلد، هاي تؤدي إلى بلد، هو يريد أن يذهب مثلا إلى بلد، فإذا غلط ذهب إلى قطر آخر وإلى بلد آخر. الآن كلما تنشط كلما إيش ابتعد، ابتعد عن إيش؟ عن الهدف. والمشكلة نحن نبتعد عن الهدف بأموال ودماء، نسخر الذكاء والعقول في البعد عايش عن الهدف، يعني واضح الكلام، نسخر الطاقات في إيش؟ في البعد عن الهدف.
وآخر نقطة أتكلمها حقيقة وهي يعني وصاتي لي دائما لإخواني وأحبائي، أن الله عز وجل كم باقي على هذا المس؟ 7 دقائق. نعم. وصف أصحاب محمد عليه السلام. قال الله عز وجل: محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. شوف أبرز الصفات: يبتغون فضلا من الله ورضوان الاحتساب، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ما هو مثلهم في الجيل؟ ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطة، كيف بفرخ وبفرع، فرخ وفرع، بدأ من شخص النبي عليه السلام، الثاني ثاني اثنين هما في الغار، الثالث سعد رضي الله عنه كان يقول: لقد رأيتني وإني لثلث الإسلام. حتى انتشر الإسلام، خرج من مدينة مكة إلى تبوك إلى الكوفة إلى البصرة إلى بلاد الشام إلى القسطنطينية إلى بلاد الأندلس إلى الصين إلى السند إلى الهند إلى ماليزيا إلى 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 هاي أنتم من أي بلاد جئتم ما شاء الله؟ هذا كله إيش؟ كزرع أخرج شطة. الله كزرع أخرج شطة. يقولون لك إلى غانا كذلك. يقولون لك إلى غانا. إلى غانا. جميل جميل. عمر بن الخطاب رضي ابن عمر رضي عنه وصل أذربيجان، لا سيارات لا طيارات لا كذا، ونحن راح أنا ذهبت فضل الله إلى أذربيجان. ورأيت يعني سبحان الله آثار ابن عمر رضي الله عنهما. ها يعني إيش؟ لا سيارات لا طيارات، طرق معبدة ما في. أنا الآن مستعد أذهب إلى أذربيجان، لكن إيش يعني أذهب مشي؟ يكون شوية فلوس تروح، ولما تتعب كذا وتنام في فندق، ويعني يعني رائع يعني نزهة. إيش أحلى من هيك نزهة يعني؟ لكن ذهبوا أختار الطريق وأختار قطاع الطرق والجبال وصعود وأشواك وكذا، وإيش عندهم من الطعام، إيش من الإمكانات، من منطقة يعني في من أشد المناطق حرارة في شدة الحرارة إلى أشد المناطق برودة، جاءت عواصف ثلجية اليوم وغدا، اليوم 6 أشهر هبت عليهم رياح ثلجية اليوم وغدا. والله يا أخواني والله مثل خيال، والله مثل خيال. يعني لولا أنه آثار المسلمين موجودة بتقول بجوز هذا يعني الآثار هذه ما أدري ممكن يكون خطأ من النساخ ولا يعني يعني شوف انظر بين المجاهدين في سبيل الله وبين أخلاق التجار، بين أخلاق التجار كيف نشروا الإسلام في المشارق والمغارب، نشروها في الدنيا. لكن إيش أشد على الكفار رحمة بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا الاحتساب، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، نور في الدنيا والآخرة. هذا كله جعلهم كزرع أخرج شطأه بفرخ وبفرع، هالنبات تابع مثل الزراعة، لاحظوا بفرخ وبفرع، مش بضرب بعض البعض وبرد على بعض البعض. هذه مش كان مهم جدا. الشيطان أيسى أن يعبده المصلون، لكن إيه في التحريش بينهم، والتحريش بين أهل الإسلام للتفريق ولتضيع الجهود وبعثرة الطاقات. أنت عندك طاقة وأنا عندي طاقة، نضرب بعضنا البعض بالطاقة، سخر طاقتك نضيع طاقات بعض، لاحظ. لكن اجمع طاقتي لطاقتك، طاقة التالة تثمر. لذلك يعني هذه نتيجة هذه الصفات التي في أصحاب النبي عليه السلام، هذا هو المنهج السلفي، هذا المنهج. والذين معه أولا هذا في القرآن، ثانيا ذلك مثلهم في الإنجيل، ثالثا ومثلهم في التوراة. لاحظوا يذكرون هذا، الله جل يذكر منهج أصحاب النبي عليه السلام، يذكر أصحاب هذا المنهج في القرآن وفي الإنجيل وفي التوراة. وتحقق على وجه الأرض، تحقق إيه على وجه الأرض. فإن أمضينا هذه الحقيقة القناعات التي تبدأ بالعلم الصحيح والعمل الصحيح
وما يترتب على ذلك من التواصي بالحق والتواصي بالصبر، وكل مكلف بالإخلاص، ويكون بالفعل يا إخواني يعني المتابعة في الأمور، فبإذن الله عز وجل نكون من أهل الفوز والنجاة. وطبعا ما يجري الآن لا تقلقوا، ولا إن شاء الله سيأتي يعني النصر لأهل السلام والعز، كما قال عليه الصلاة والسلام حينما سئل أي المدينتين تفتح أول، قسطنطينية أم روميا؟ قال مدينة هرقل فتحت عام 1453 يعني كما يقال ميلادي أو يعني من الفرنجي. يرحمك الله. بقي الفتح الآخر لروميا، روما عاصمة إيطاليا، حتى لا يبقى بيت من مدر ولا وبر أي حجر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذلك. لكن ما هو دورنا نحن؟ ما هو دورنا؟ قال الله عز وجل يعني، وهذا ما ذكرنا من الحديث هو تفسير لقول الله عز وجل للآية الآتية: ليظهره على الدين كله، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يعني الإعجاز هنا مع كراهية المشركين. إيش معنى الكلام هذا؟ يعني فيما يقتضيه النظر أن المشركين يستطيعون القضاء على أهل الإسلام حتى لا يبقى واحد يقول لا إله إلا الله، صح ولا لا؟ يعني فيما يقتضيه النظر لو اجتمع اليهود يعني اليهود مع النصارى مع الشيوعية الملاحدة مع يعني المجوسية، اجتمعت جميع مع الوثنية والبوذية وعباد إلى آخره، عباد البقر، عباد، لو اجتمعوا قالوا نريد ألا يبقى شخص يقول لا إله إلا الله فيما يقتضيه النظر، هل يستطيعون أم لا؟ فيما يقتضيه النظر يستطيعون، لكن الله عز وجل قال: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. بعضهم فسرها إنه إيش؟ لا يستطيعون استئصالهم، لا يستطيعون استئصالهم مع القدرة فيما يقتضيه النظر. إذن ولو كره المشركون، مع كراهية المشركين الحقيقة لظهور هذا الدين، لكن الله جل يظهر هذا الدين. لكن الآن لماذا لم يظهر الظهور الكامل والتام؟ بسبب تقصيرنا. قصر 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 قصر، هذا كله يعني يتأخر هذا الأمر. أنت انشط هذا ينشط هذا ينشط، لكن أبشركم أنت حينما ترى وتقارن، والله يا إخواني يعني قبل قرابة مثلا 40 عاما أو يعني أقل من ذلك، كان حقيقة ما ترى يعني في العشيرة 3 أشخاص يصلون ويستهزأ بهم، يعني كان يستهزأ بهم، لا ترى يعني هذا العدد ويستهزأ بهم. النساء يعني كان مع بال الأسف في كثير من بلاد المسلمين، يعني كنت ترى المرأة متبرجة وكذا، وشيء عادي شيء عادي، إلا الفلاحات والقرويات والبدويات، غير هذا شيء عادي، يصلون ويذهبون المسجد كما ترون، ولا حول قوة إلا بالله. فالحمد لله يعني الأمور طيبة ستكون، ويعني ربنا عز وجل بشر بالنصر، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا، والآن كما ترون الإقبال على دين الله عز وجل. فيجب علينا حقيقة أن نضاعف جهودنا في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والدعوة إلى الله عز وجل لنجني هذه الثمرات. وإذا ما جنينا نحن لعل الأبناء لعل كذا، المهم أن ننجو عند الله عز وجل. أخيرا، هنالك من مات قبل فرض الصلاة، هنالك من مات ولم يزكي، مات لم يجاهد، مات لم يصم من الصحابة ترضى عنهم قبل تنزل إيش الأحكام، لكن عمل ما عليه فكان من الناجين ونال يعني أجر الصحبة وشرفها. يعني القاعدة الجليلة: لا يكلف الله نفسا وسعها، لكن علينا أن نعمل وأن نثابر وأن يكون منا يعني جد واجتهاد ومثابرة ومواظبة. أسأل الله عز وجل أن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم، وأن يوفقنا وإياكم
لمرضاته، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأحسن الله إليكم. جزاك الله خيرا، كلمات نافعة ووقفات ولحظات منهجية وتنبيهات، صلى الله أن يكتب لكم أجركم عليها وأن ينفع بها السامعين. شيخنا، إذا كان في مجال لبعض الأسئلة أو كان عند الإخوة شيء من الأسئلة يعني حتى نخرج للصلاة، فإذا كان عند الإخوة شيء من الأسئلة، عند شيء سليمان تفضل. السلام عليكم. أشكركم على هذه اللقاء الطيبة، أسأل الله يجعل هذا في ميزان حسناتنا. أنا عندي سؤالين إذا تكرمت. السؤال الأول، هل كل من لم يحكم بما أنزل الله هو كافر؟ السؤال الثاني، بالنسبة للدول الأوروبية الآن في قانون. سؤال بالنسبة أول، هل هو كافر؟ نعم كافر، لكن إيش الكفر؟ كفر عملي، كفر اعتقادي، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، كفر بلا كفر. وشيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى قال يعني هذا منهج عامة أهل العلم، يعني هذا هو سبيل المؤمنين حقيقة، هذا هو التفسير العلمي الصحيح من خلال استقراء الكتاب والسنة ومن خلال آثار الصحابة رضي الله عنهم، منهج عامة السلف، يعني منهج عامة السلف، فهم السلف وتفسير السلف. ومن لم يحكم ما أنزل الله فلكم الكافرون تفصيل. التفصيل يعني أن تقول هذا كفر عملي أو هذا كفر اعتقادي. إنسان لو ترك صلاة واحدة كفر كفرا عمليا أو شابه بعملية عمل الكفار الذين يصلون هذه الصلاة. جيد. الآن ربنا إيش قال عن الحج؟ ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هو الآن يتكلم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الكلام الآن حول إيش؟ إنه يعني هل هذه من ترك الحج معنى ذلك إنه خرج من ملة الإسلام؟ لا، لكن ترك الحج على تفاصيل نفس الشيء، كفر دون كفر، كفر دون كفر. النبي أبو بكر رضي الله عنه قاتل مانعي الزكاة، إيه؟ لكن كونه هو قاتل هذا يدل على أنه إيش؟ إنه هو كافر الذي يصر، كمن يصر حينما تستتيبه عند الصلاة تقول له يلا صلي ثلاث أيام، يعني تمهله ثلاثة أيام كما ذكر الفقهاء، إن لم يقبل يقتل. فإذا قدم القتل على الصلاة كانت قرينة على إيش هذه؟ على كفره، على كفره. أنه ممكن يصلي هو على جنابه، يصلي عياذا بالله وسب المسلمين، ظاهرا نجح انه صلى وباطنا بينه وبين الله عز وجل، لكن هذا في الاصرار على عدم الصلاه دل على انه كافر، يعني قرينه كما ذكر اهل العلم. على كل حال يعني هنالك تفصيل، هنالك تخريجات وتحقيقات، يعني تخريجات لشيخنا وتحقيقات نافعه طيبه في السلسله الصحيحه في المجلد السادس وفي غيره، ومن لم يحكم ما انزل الله فاولئك الكافرون، كلام ابن عباس، تخريجات رائعه نافعة ماتعة طيبة يستفاد منها. فالخلاصة يعني حينما تأتي سبب مسلم فسوق وقتاله كفر، إذا لكن هل كل من قاتل الآن كافر خارج من الإسلام؟ لا يمنعكم حتى يحب الأخي ما يحب نفسه، لا يؤمن. هل هنا هل هو كافر؟ لا، هنا يدل على أنه إيش؟ لا يؤمن إيمانا كاملا. وهكذا على كل حال يعني هي القضية فيها تفصيلات. فإن كان هذا الإنسان يعني حكم بغير ما أنزل الله حقيقة، وقد يكون معه إيش يعني يقرن الاستحلال، يعني الاستحلال هذا الأمر، استحلال هذا الأمر، فلا شك هذا دخل في دائرة الكفر المخرج من الملة. لكن يأتي شخص وقل لك والله أنا أريد أني أمشي حالي، ليش الآن يعني وقعت على ترخيص خمارة؟ أقول لك والله يا أخي والله أكره، والله حرام، والله ما بجوز، والله أنا ضعفت، يا رب تغفر لنا وكذا. لاحظ كثير أنا كنت أرى في البنوك يتعاملون والله الله يغفر لنا، والله إنه هذا حرام، هل تستطيع أن تكفره؟ ما تكفر. لكن من قال هذا حلال فهو إيش؟ كافر خارج من الملة. نعم. الحمد لله، بارك الله فيكم شيخنا، وأسأل الله جميع أوقاتكم كل خير. نعم. سؤالي
ماذا تقولون في المعركة التي تجري حاليا في سوريا؟ هي جهاد في سبيل الله؟ بالنسبة لسوريا يعني هي كانت حقيقة كانت أسيا إن صح التعبير بالدول الأخرى، وكانت الأمور مبرمجة وحقيقة بالفعل ببروتوكولات حكماء صهيون ترجمة محمد خليفة التونسي، أول صفحة أو ثاني صفحة خلاصتها أن خلاصة بروتوكولات هؤلاء هي الإيقاع بين الحكام واليهود واليهود الحكام، حتى تكون الأمور لمن؟ لليهود، حتى يستفيدوا من الحكام والشعوب. لا عفوا، الحكام ايش قلت انا؟ الحكام واليهود، الحكام والشعوب والشعوب الحكام، حتى يستفيد اليهود. فمن المستفيد؟ انا سمعت يعني بأذني هاتين ايام يعني فتنه الخليج قالوا الدوله في من ايش من اذاعه من اذاعتها قالوا الدوله الوحيده المستفيده من ازمه الخليج هي دوله اسرائيل. والله اني انا سمعتها. شوف كيف، شوف يعني الخبث والمكر. فبالفعل الآن من الذي استفاد؟ لذلك يعني صرح مسؤول كبير من المسؤولين قال العراق الآن جيش العراق بدأ يصب ضعفه والجيش سوريا بصر كذا، قال فنحن الآن نأمن هجوم عدواني من قبل الدول العربية. يعني الآن إيش؟ شو قوت الآن؟ هل يفكرون في استرداد ما اغتصب من أرضنا ومن كرامتنا؟ ما يفكرون. لاحظوا، فهي القضية الحقيقة يعني كانت قضية تأسيا بالدول العربية الأخرى، وما بدأت بجهاد صحيح إنه الآن، وإن كان حتى بهذه الطريقة تحتاج إلى رصيد إيماني وإعداد، لأنه أصلا يعني أنت غير مكلف طالما أنت غير مستطيع على هذا الجهاد. بدأت بطريقة غثائية، الشعوب طلعت وتصفق وكذا، ويعني ارحلوا مش عارف ايش وتصفقوا وطبلوا وزمروا الى اخره. بعدين اتطورت، صار بعض المسلمين صاروا يضربوا، افسدوا عليهم الان، قسموا نفس المجاهدين يصفي بعضهم بعضا مع ذلك الاسف، صح ولا لا؟ الان يصفي بعضهم بعضا، هذا اضعفهم، والدولة تتفرج ولا حول قوة الا بالله. فاي جهاد هذا؟ اي جهاد؟ اما هم اولئك يا اخي كل واحد يعني الآن، هل هذا نسمي جهادا؟ الجهاد الصحيح الحقيقة يعني طبعا نحن نفرق بين جهاد الدفع وجهاد إيش الطلب، إنك تطرد. يعني إحنا نتحدث الآن عن جهاد دفع، واحد هجموا عليه في بيتي، هذا أمر الحقيقة يتصرف هو بما يراه بتقوى الله عز وجل بحسب الإمكانات، هذا لا يعطى فتوى عامة. نحن الآن نتحدث عن تأصيل الجهاد، تأصيل وتقعيد وجعل قواعد وكذا إلى آخره، هذا يحتاج إلى وضوح، يحتاج إلى قوة، يحتاج إلى استعداد، يحتاج إلى راية. لماذا؟ أنت العالم ضدك، العالم كله، اليهود، الدول الأوروبية، الدول الشيوعية، وهناك في سوريا نفسها عندك النظام نفسه، لاحظ، وحتى الشعب جزء هناك وجزء هناك، لاحظ، يعني أكثر من هذه الدائرة. يعني فكيف والآن لم يتوفر استعداد عقدي، استعداد روحي حقيقة، إن تنصر الله ينصركم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى، ما هي من يعني أين هي مادة المجاهدين التي تجاهد؟ هل تبلغ بهذه الطريقة أن تقاوم الأعداء كلهم؟ طب أيام النبي عليه السلام في غزوة حنين، إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم إيش، ضاقت عليهم الأرض ورحبت، ليه؟ لأنه قال لن نغلب اليوم من قلة، لن نغلب اليوم من قلة. لاحظ، هزموا في بداية المعركة، بعدين لما تابوا إلى الله انتصر. في أحد قالوا لا تنزلوا عن الجبل، نزلوا كان سبب هزيمة، مخالفة أمر، انظروا ماذا حصل، عجب بالنفس ماذا حصل، كيف إذا كان إعجابات مخالفات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم والقرآن ينزل، صحابة رضي الله عنهم وتربية نبوة رباني النبوي، وما شاء الله مع المخالفات حصل ما حصل، كيف إحنا، كيف الأوضاع؟ لا استعداد عقدي، لا استعداد عسكري. إحنا المشكلة يا إخواني، المشكلة عندنا يأتي شخص
لو قيل له إن شاء الله أنا سآتي يعني 10,000 اليوم يتعشوا عندك، ما شاء الله أنت مجنون أنت بالفعل، أقول هذا مجنون. لكن إن شاء الله إحنا بدنا ننتصر وبدنا نهجم على الأعداء دون سلاح دون شيء، ننتصر مشروع النصر هذا على طول. طب هذا الشيخ المجانين، هذا سيد المجانين اللي يعني بالفعل إنه الناس لا عقول لها، عقولهم هباء. لما تأتي القضية بالفعل يعني في أمور أي شيء يحتاج إلى إعداد، لما تأتي في قضايا الأمة تصير خبط عشوائي، حتى الحسابات العسكرية ما نحسبها، حتى الحسابات العسكرية ما لا تحسب، لا حسابات عسكرية ولا حسابات اجتماعية ولا حسابات، طبعا حسابات الشرعية سلامة تسلمكم أصلا هي ما في حساب، ما في سجل حسابي نهائيا لأمور الشرع عند الناس. فعلى ما يكون التغيير، لا أنت بمنهج رب العالمين تنتصر، ثم إنك بمنهج المنهج الوضعي المنهج العسكري الموجود كذلك، يعني والله جنون، هاي عرفت بالله ولا غلط كلامي؟ صحيح. لا منهج رب العالمين سلكت، ولا منهج يعني زي ما تقول إنك أخذ الأسباب نفسه، يعني نفس أخذ الأسباب، العالم كله ضدك أنت لكن القضية طبعا هذه قد يقول قائل إنه إحنا يا أخي شو نعمل والظروف حاصلة. نرجع إلى قضية جهاد الطلب وجهاد إيش الدفع، لكن لا تبلغ القضية كرامات معينة فردية وأشياء اللي هو التغيير الشامل وضحت كلها، لأن هذه تحتاج إلى إيش، إلى الإعدادات، إعدادات لابد منها، إعدادات عقدية ومعنوية وروحية وعسكرية. لذلك أنا آخر ما أقول جوابا عن هذا، إنه في غزوة مؤتة كان عدد المشركين كم؟ 200,000. عدد المسلمين عدد الصحابة كم كان؟ 3,000. 3,000 كانوا، يعني حوالي 70 ضعف. ما انتصر الصحابة بل انتصروا، ما انتصروا يعني انهم يعني قتلوا واحتلوا وكذا، لانه ايش العدد فوجئوا بعدد كبير جدا، يعني اشي مش بالعقل يعني. لكن استطاع هذا العدد عمله غير الميمنة ميسرة والميسرة ميمنة مقدم ومؤخر، ظنوا انه في ايش جاء مدد فاستطاعوا الانسحاب يعني. لكن بميزان العسكرية الحقيقة الاصل بال3,000 هذولا الاباد الكامل، فأكبر انتصار إيه؟ أكبر انتصار أنسلموا، إنه أنسلموا من إيه؟ من الأعداء. لكن نرجع الآن إلى إيش؟ الأخذ بالأسباب المادية، حتى إن الله سبحانه وتعالى أقصد يعني بأسباب الإعداد، الأسباب الإعداد، الله عز وجل كان ينزل ملائكة، وفي بعض الغزوات أنزل بعدد كل مشرك ملك من الملائكة. لاحظوا يعني كان يعني، والله عز وجل قادر بكلمة كن، بل هو أصلا قال لو أراد الله ألا يوصل ما خلق إبليس، لو أراد الله ألا يوصل يعني، بس القضية يعني ليبلوكم أيكم أحسن عمل، لكن أحسن عمل بإيش؟ يسبقها العلم، يسبقها ماذا؟ العلم، علم صحيح، يعني أحسن علم ما أحسن عمل ما أحسن يعني تواصي، ما هذا كله حتى تقاوم أنت كل شيء، أنت عدوك الآن الشياطين الإنس والجن كلها بتشتغل، حتى أنت مع قرين بثبتك، وهو مع قرين بشجع، والأعداء والمشركون أصناف وأشكال وألوان، والآن المسلمون متفرقون، كيف لاحظوا كيف صحيح. القضية يعني هذا الجواب، الله يبارك فيك، بارك الله، الله يكرمك إذا والله نعم ندرك الصلاة إن شاء الله لا سمحت إذا سريعا وأذن شكراً لنا في الأمر له. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر الصلاة سقط هنيئة، أكان يفعل ذلك في جميع الركعات أو في ركعة الأولى؟ لا هذا التكبير الأول، التكبيرة الأولى، التكبير الأول دعاء الاستفتاح، لأن لم يكن يسكت في بقية الركعات. لا يعني الله أكبر يسكت لا.